في الحياة اليوم، كيف ينظر العالم إلى التحولات السياسية المصرية؟ ما هي أولويات نائب رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الدكتور محمد البرادعي؟ وما هي رؤية نائب الرئيس للعملية السياسية الجديدة بعد 30 يونيو؟ نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي في أول حوار إعلامي بعد توليه المنصب في الحياة اليوم، السبت القادم 9:30 مساء على الحياة.